إنه موعد لا يمكن لصانع الأجبان برنار مير رافو أن يفوته مقابل العالم بأسره، فقد جاء لمقابلة آخر مورد لجبنة بوفار دالباج المعروفة هنا بأمير الجرويير. إنه شيء تراه فقط في المراعي العالية، فهم يسحبونه بواسطة القماش مع قطعة معدنية في الداخل تجمع مصل الحليب والجبن، فيما تستعمل المصانع الحديثة السحب عبر ضغط الهواء من خلال الأنابيب. أطلق رفاق برنار عليه عام 2007 لقب أفضل صانع أجبان في العالم، وهو لا يتردد في الذهاب لتحية بقراته ليشعر بالتواصل مع الجبن. المراعي أمر مدهش، أنت ترى الحيوانات كيف تعيش وكيف تأكل، ولو كان باستطاعة المستهلك رؤية هذا لعرف ماذا يوجد في صحنه من الألف إلى الياء، وهذا شيء رائع. تحول متجر برنار إلى مصدر للمنطقة بأسرها، وهو بات يجذب أيضا زبائن من دول أخرى، وهذا سبب يدفعه للتوسع وتحويل علامته التجارية إلى سلسلة. صناعة الأجبان عمل محبب يجمع الناس، فإذا تناول أحدهم نوعا ونصح به غيره ثم وافقه الأخير يصبحان أصدقاء، وهذا هو أسلوب المتجر. الجبن يوحد الناس بينما يتذوقونه ويتشاركون به. بفضل حرفته تحول برنار إلى معلم، وبات لديه مئات المتدربين من جنسيات مختلفة حتى يابانيين، وهو لم ينتهي من اكتشاف سحر الأجبان.